وزي ما اتكلمنا مصر محققه يعني رانكينجز وبطولات حلوه جدا ومشرفه جدا، وان شاء الله في الاولمبياد القادمه يعني نحقق كمان بقى ميداليات، لان ده اللي كل الجماهير المصريه بتامله وكنا منتظرينه كمان الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله طبعا ربنا يوفقنا. احنا كاتحاد رمايه يمكن عندنا جزئيتين، الجزئيه الاولانيه ان احنا عندنا رماه على مستوى العالم مصنفين، وبالتالي دي حاجه بتبني قاعده كبيره واسم كبير لمصر. الجزء الاخر هو استضافه البطولات، وده بيقوي العلاقه في الرماه في الخبرات المكتسبه بين الدول العالم ومصر. الجزئيتين دول حاجه لا تتوفر في كثير من الدول، ولكن احنا بننعم بهذا الموضوع في مصر باستضافه بطولات وبوجود ابطال العالم لدينا. جميل. طيب موارد الاتحاد يا فندم جايه منين؟ هل من خلال الموازنات اللي الدوله يعني مخصصاها، ولا في اعتماد الى حد ما على الرعايه الخارجيه؟ بتمشي الامور ازاي في الملف ده؟ احنا طبعا عندنا الدوله بتدعمنا كل الدعم، وصراحه احنا يمكن كاتحاد رمايه كل ما طلبناه من الدوله كان بيوفر لنا بل واكثر، بالاضافه الى بعض من الرعاه اللي هم بيدعمونا ماديا، ودي طبعا في حد ذاتها وجود الجهتين دول بيخلي الاتحاد دي مورد نقدر نقول بنحقق به المطلوب والمرجو من خططنا الفنية والإدارية. طب لو اتكلمنا برضو عن يعني دعم هذه الرياضة في مصر، ايه اللي ناقص؟ هل في نواقص معينة؟ هل في حديث مع وزارة الشباب والرياضة؟ حضرتك بتلتقي كتير بسيادة الوزير، خلينا نعرف عشان برضو الأمور تبقى واصلة، وساعتها بقى ما يتقالش في أي تقصير في أي نقطة ما. واحدة الطبيعي لما يبقى في مطالب للاتحاد من الوزارة، عندنا جزء فني من اللجنة الأولمبية المصرية، والدعم اللوجستي أو المالي أو الإداري في تنظيم البطولات برضه بيكون من خلال وزارة الشباب والرياضة. ما أعتقدش أنا طلبت حاجة أبدا وكان فيها تقصير أو عدم التوفير، بالعكس. يعني أنا عاوز أقول إنه جميع البطولات اللي أنا بستضيفها بتشكل مجموعات عمل من الوزارة بجانب مجموعات العمل في الاتحاد، علشان يقدروا يدونا الدفعة القوية في إخراج أي بطولة بالمظهر المشرف أمام العالم، وده نجاح في حد ذاته. يعني هذه الرياضة، رياضة الرماية في مصر، عندها كل الدعم أو الدعم الكامل ولا ينقصها شيء، خلينا نقولها بهذه الصورة. بالظبط كده. أنا ما عنديش أي مشكلة سواء مادية أو في تنفيذ أو استضافة البطولات. هايل جدا. بالظبط كده. ان شاء الله ده بقى ينطبع، عفوا يا كريم، ان شاء الله ده ينطبع على النتائج بقى وباريس 2024. ان شاء الله. شكرا.